بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، مرة أخرى إلى طرق الصرف في اللغة الفرنسية ومعانيها. طبعا ذكرنا في المسابق المجموعات الكبرى التي سميناها لمود، وقلنا بأن كلمة مود ممكن أن تعني طريقة. إذا نتكلم عن طرق الصرف، طبعا حتى في حياتنا العادية نتكلم مثلا عن لمود، نتكلم عن الموضة، إذا نتكلم عن طريقة لباس، ممكن نتكلم عن عادة، أو نتكلم عن طريقة فعل. طبعا هذه في المؤنث، لكن لتنتحدثوا عليه هنا كلمة مود في المذكر، نتكلم عن لومود. طبعا كلمة لومود ممكن أن تعني شكل معين لمن خلاله تيتم واحد الفعل أو تيتم واحد الحدث. هذا طبعا من الناحية المعتادة في حياة الناس، إذا نتكلم على واحد الشكل من الأشكال اللي تحت منها تيتم واحد الفعل معين أو تيتم واحد الحدث. نفس الشيء لغويا، نتكلم عن ميزة من الميزات التي يأخذ الفعل باش يعبر على الأسلوب أو طريقة تصرف الفاعل في مواجهة حدث أو فعل. إذا نتكلم عن ميزة معينة تأخذ الفعل باش يعبر لنا عن الأسلوب اللي غياخذ الفاعل، اللي غيقوم به الفاعل في مواجهة واحد الفعل أو حدث. إذا ممكن أن هذا الفاعل يعبر لنا بطريقة معينة على أنه يريد فعلا أن يقوم بهذا الفعل، كما ذكرنا في الانديكاتيف، ممكن أنه فقط يتمنى هذا الفعل. إذا ذكرنا هذا المود. هذا هنا تنتكلم على كلمة مود في المذكر. كما رأينا كل مود في اللغة الفرنسية أنه تنضوي تحت منه واحد مجموعة دي الأفعال اللي تتكون مطبوعة بهذا الأسلوب ديال هذا المود. مثلا عندما ندخل الانديكاتيف سنجد لو بريزون، لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لو بلوس كومبارفي إلى غير ذلك. إذن هذه الأزمنة كلها سواء كانت في الحاضر في المضارع أو تتعبر عن الماضي أو المستقبل، فهي على كل حال تعبر عن فعل جدي، كما نقول أنه يحدث، يعني أن الفاعل قام بهذا الفعل أو يقوم به في الحاضر أو أنه سيقوم به في المستقبل. طبعا في المستقبل بغض النظر عن الفعل هل هو سيحدث أم لا، لكنه جديا سيحدث. إذا طبعا رأينا فيما سبق لو بريزون، ذكرنا بأن لو بريزون سوطون إكسبريم أن في أو أون أكسيون كي سو ديغول أو مومون أو نو نوز إكسبريمون. يعني نتكلم عن واحد الزمن اللي تعبر على واحد الحدث أو على واحد الفعل اللي توقع على الأرض، والذي يحدث في اللحظة التي نتحدث فيها عن هذا الفعل. إذن في هذه الفقرة إن شاء الله سنرى لو باسي كومبوزي. طبعا إذن لومبلوا دو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف، لومبلوا دو باسي كومبوزي دو لانديكاتيف. لو باسي كومبوزي كوم سون نون لانديك، إذن لو باسي كومبوزي كما اسمه يدل عليه. إذن لو باسي كومبوزي أو الماضي المركب كما اسمه يدل عليه est un temps du passé. إذن هو زمن للماضي، يتكلمش على الحاضر أو على المستقبل. il exprime donc، إذن هو يعبر عن une action، يتكلم على فعل حدث على الأرض. وان في أو واحد الحدث qui a déjà eu lieu، الذي كان له من قبل مكان. طبعا كان له من قبل مكان في الزمان، الزمان المقصود بأنه حدث، كان له مكان في الزمان المقصود بأنه حدث. إذن كي ديجا يوليو أو مومو في اللحظة أو نونوز إكسبريمو، في اللحظة التي نتحدث فيها، في اللحظة التي نعبر فيها عن أنفسنا. إذن طبعا هو كان له مكان كما نقول بالنسبة للحظة التي نحن نتحدث فيها ونعبر عن أنفسنا. إذن كي ديجا يوليو، الذي كان له من قبل مكان، أنه حدث من قبل. أو مومون يعني في اللحظة، المقصود هنا
بالنسبة للحظة، إذن هو حدث من قبل بالنسبة لماذا؟ قبل من ديك اللحظة، إين اللحظة؟ أونو نوز إكسبريمو التي نتحدث فيها ونعبر عن أنفسنا. إذن حنا تنعبر على أنفسنا مثلا بأننا قمنا بواحد الفعل. أش من وقت قمنا بالفعل؟ قمنا بالفعل قبل من الوقت اللي حنا تنتحدث فيه. إذن هذا هو المعنى ديال هذا الكلام هنا. إذن لو باسي كومبوزي كوم سون نو لانديك est un temps du passé. Il exprime donc une action ou un fait qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons. Exemple, un petit là. Nous avons mangé. Bibasata, nous akelna. Idan anel an akoul. Nous avons mangé. Hel nous akoul an? Là, nous akelna men qabl. Idan nous an fiel. Kan lahu makan, li huwa l'akel hna. نتكلم عن فعل اللي هو الأكل. كان له مكان، المقصود بأنه حدث بالنسبة للحظة التي أتكلم فيها أنا الآن. Au moment où je parle maintenant. Elles sont arrivées. طبعا كما تلاحظوا عندنا جوج ديال الأزمنة في الماضي و passé composé. عندنا لو فيرب arriver وعندنا لو فيرب manger. لو فيرب manger طبعا تتطلب يتصرف مع avoir. علاش؟ لأننا حنا أكلنا شيئا، لم نأكل نحن، بل نحن الذين أكلنا شيئا. إذن طبعا سنصرف الفعل في الماضي في زمن مركب اللي هو الباسي كومبوزي بصفة عامة. إذن سنصرف الفعل مع أفواغ. لوكسيليا أفواغ غيتصرف في البخيزون، غنجيبو مراه لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مونجي. طبعا للإشارة هنا كما ذكرنا فيما سبق بأن لو بارتيسيباسي ديال الأفعال المنتمية للمجموعة الأولى طبعا تنحذفو أو آغ، تنحذفو أو آغ وتنوضعو أو أكسون إيغي كما عندنا هنا مونجي. الفعل هو مونجي، لكن هنا لو بارتيسيباسي الخاص به هو مونجي بهذا الشكل اللي عندنا هنا. في الجملة الثانية إيل سون تاغيفي يعني هم وصلوا. شكون اللي وصل؟ هما اللي وصلوا، ماشي هما وصلوا شي حاجه اخرى. اذا هما اللي وصلوا غنصرفوا لو فيرب اريفي. لو فيرب اريفي بمعنى اخر تتطلب يتصرف مع اتر ماشي افوار. اذا كاين انواع ديال الافعال تتطلب من حيث تكوينها المعنى ديالها بمعنى اخر انها تتطلب تصرف مع اتر، وحده اخرى تتصرف مع افوار. أغلب الأفعال تتصرف مع أفواغ. Elles sont arrivées. طبعا أولا كما تلاحظوا في هذه الحالة اللي عندنا هنا بالإضافة طبعا أغيبي راه عندو أو إيغ، غنحذفو أو إيغ وغنوضعو أو أكسون إيغي كما عندنا كما نرى هنا تماما مثل مونجي. لكن شنو فايتو هنا؟ بما أننا صرفنا الفعل مع لوكسيليار إتر هنا كاينه واحد الاضافه. شنو هي؟ اولا لو فيرب اريفي تيهم ال يعني هن اللواتي وصلنا، هن اللواتي وصلنا. اذا طبعا غنزيد واحد الاو ديال التانيث لان الفعل وقع لهاد ال، ماشي هاد ال هي اللي قامت بالفعل كما في حاله نو نو زافو مانجي. اذا هاد نو هم الذين أكلوا، يعني نحن أكلنا. إذن هذا الضمير تتكلم على الناس اللي كلاو، تتكلم على الفاعل بمعنى آخر اللي قام بالفعل على واحد الحاجة أخرى، على واحد المفعول به. هنا تنتكلموا على عل يعني الفاعل هو اللي حدث له الفعل. إذن ملي تنقولوا هن وصلنا، إذن طبعا خاصنا نزيد واحد أ خاصة بالتأنيث ثم نضيف أس لأننا تنتكلم على الجمع. فلو تحدثنا هنا عن إيل افيك اس سنضيف فقط اس الخاصة بالجمع. وفي حالة إذا قلنا مثلا إيلي تاغيفي هو وصل، نتحدث عن المفرد طبعا لن نضيف لا أ ولا اس لأننا نتكلم على المفرد. إذا علينا أن ننتبه إلى هذا. ثم عندنا لا كونستركسيون دي باسي كومبوزي. الآن غنشوفو التكوين أو التركيب ديال لو باسي كومبوزي.
طبعا كما ذكرنا قبل قليل بأن لوباسي كومبوزي هو واحد الزمان اللي تيعبر على واحد اللحظة اللي وقعت في الماضي بالنسبة للحظة الكلام والتعبير على هذا الماضي. إذن احنا بغينا نستعمل واحد الفعل في هذا المعنى. إذن كيفاش يمكن لنا نركبوا هذا الفعل؟ كيفاش يمكن لنا نركبوا هذا الفعل باش نحصلوا على هذا المعنى اللي تحدثنا عليه ديال لو باسي كومبوزي؟ سي تان طون كومبوزي. إذن هو اولا زمن مركب. طبعا ملي تنتكلموا على زمن مركب يعني ان فيه لوكسيليير تيكون عندنا لو بارتيسيب كما ذكرنا، تيكون فيه لو بارتيسيب باسي كما ذكرنا قبل قليل. بالنسبه للافعال اللي عندها او اغ المنتميه للمجموعه الاولى، يعني ذكرنا كيفيه الحصول على لو بارتيسيب باسي الخاص بها، يعني انه سهل تنحذف او اغ، نحذف او اغ نضع او اكسون ايغي، احنا حصلنا على لو بارتيسيب باسي الخاص بهذا الفعل، تبقى لنا فقط نضيفوه مورا لوكسيليير. لوكسيليير يكون مصرف في البريزون، وحنا حصلنا على لو باسي كومبوزي كما سنرى. اذا سي تان طون كومبوزي، اذا هو زمن مركب. سولا سينيفي كو لا فورم كونجوغي، اذا هو زمن مركب. هذا يعني سولا سينيفي، هذا يعني كو لا فورم كونجوغي، بان الشكل المصرف يتيليز لوكسيليير اتر او افوار، تيستعمل مساعد اتر او افوار. طبعا تنسميهم مساعدين لان في اللغه الفرنسيه هكا هما تعودوا يجيبوا اتر او افوار ملي تيتكلموا على واحد الازمنه معينه، منها لو باسي كومبوزي. طبعا هاد لوكسيليير يا اتر او افوار تيكون مصرف في البريزون بالنسبه لي لو باسي كومبوزي. اما الازمنه المركبه الاخرى حنا غنشوفوها، يعني اتر او افوار غيتصرف في ازمنه اخرى بسيطه. ما معنى بسيطه؟ غيتصرف بوحدو، طبعا بوحدو، وغنضيفو عليه لو بارتيسيب باسي وغنحصلو على ان طون كومبوزي، غنحصلو على زمن مركب. اذا لو باسي كومبوزي سي ان طون كومبوزي، إذن هو زمن مركب. سولا سينيفي كو لا فورم كونجوغي يوتيليز لوكسيليير اتر او افوار كونجوغي او بريزون دو لا نيجاتيف. إذن طبعا هاد لوكسيليير هي اتر او افوار، انه مصرف او بريزون دو لا نيجاتيف. إذن تنتكلموا على لو باسي كومبوزي. اي لو بارتيسيب باسي، ثم لو بارتيسيب باسي بالنسبه للافعال المنتمية للمجموعة الأولى، حنا عرفنا كيفاش الحصول على لو بارتيسيباسي، ولكن خاصة بالنسبة للمجموعة الثالثة، طبعا بما أنها هي قليلة أصلا، طبعا غنتعودوا على استعمال لو بارتيسيباسي الخاص بها. مثلا لو فيغ فواغ، لو بارتيسيباسي الخاص به هو في. حتى بالنسبة للأفعال الشبيهة لها، مثلا apercevoir، طبعا نتكلم عن aperçu، نتكلم مثلا عن pouvoir، اذا نتكلم عن pu. اذا هذا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. طبعا مع الوقت نتعود على استعمال لو بارتيسيباسي الخاص بالافعال اللي تنضيفوه لوكسيليير في البريزون، تنحصلوا على لو باسي كومبوزي الخاص بالفعل اللي خدينا منه فقط لو بارتيسيباسي. الا خدينا مثلا لوكسيليير او اتر مصرف لامبارفي، اذا طبعا غنحصلوا على لو بلوسكو بارفي الخاص بالفعل اللي خدينا له فقط لو بارتيسيباسي. ديما الفعل اللي خدينا ليه لو بارتيسيباسي وضفناه لهذا لوكسيليير، هذاك هو الفعل اللي مصرف في الزمن اللي غنحدوه. اي لو بارتيسيباسي دو فيرب ا كونجوغي. الباسي كومبوزي تنصرفو اتر او افوار او بريزون دو لانديكاتيف، اش تنضيفو عليه؟ اي لو بارتيسيب باسي دو فيرب ا كونجوغي، تنوضعو من بعد منو لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل اللي بغينا نصرفو. عندنا هنا لي برونون، عندنا الضمائر،
ثم عندنا لوكسيليير افوار في البريزون، ثم عندنا لوكسيليير اتر او بريزون. طبعا لوكسيليير افوار كما ذكرنا تنقولوا جي تويا إل أ نوز افون فوز افي إيلزون للإشارة. هاد لي دو زوكسيليير هاد المساعدين ضروري أننا نضبطوهم. علاش؟ لأن من بعد هاد المساعدين واحد فيهم طبعا حسب الأفعال الأخرى غنصرفوا معها كل الأفعال الأخرى، يعني أن الأفعال الباقية ديال اللغة الفرنسية في الباسي كومبوزي إلا بغينا نحصلوا على الزمن تنصرفوهم سواء مع avoir أو être. إذا ضروري ضبط هاد الفعلين في البريزون باش نحصلوا على لو باسي كومبوزي الخاص بالأفعال الأخرى. شنو اللي غيبقى لينا؟ يبقى لينا فقط نعرفوا لو بارتيسيب باسي الخاص بها. طبعا الأفعال منتمية للمجموعة الأولى وحتى للمجموعة الثانية طبعا سهل الحصول على لو بارتيسيب باسي الخاص بها. مثلا لو فير فينير طبعا نقول فيني، جي فيني، جي فيني، أنا أنهيت، جي فيني مون ترافاي، أنا أنهيت عملي. إذا طبعا هذاك فينير لو بارتيسيباسي الخاص به هو فيني. إلى غير ذلك، إذا الحصول على هاد الزمن يتم بهذه الطريقة. عموما يجب أن نتذكر شيئين بما يخص هذا الزمن. أولا كيفية استعمال هاد الزمن. طبعا نستعمل هاد الزمن لنقول بأن حدث ما حدث في الماضي. إذن هذا هو الباسي كومبوزي، هذا هو المعنى دياله. ثانيا كيفية تركيب هاد الزمن. تنجيب الparticipe الخاص بالفعل نضعه بعد l'auxiliaire avoir أو بعد l'auxiliaire être كما رأينا في المثال nous avons mangé، نحن أكلنا. نقول مثلا nous avons écrit، نحن كتبنا. nous avons parlé، نحن تكلمنا. إلى غير ذلك. أو نقول ils sont arrivés، يعني هم وصلوا. elles sont arrivées، هن وصلنا. elles sont parties، هن انطلقنا. بأنهن انطلقنا بأنفسنا، لم يعملنا مثلا على انطلاق شيء آخر، بل أن الفعل متعلق بهن. بنفس الطريقة غنصرفوا بارتي مع اتر، طبعا نضيف او اس مادام أننا نتكلم على المؤنث والجمع، لأن الفعل مصرف مع لوكسيليغ اتر على عكس الصرف مع لوكسيليغ افوار. إذا نستأنف في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.